نتواصل مع سادة المشاهدين عبر صباح الشروق أينما كنتم، نسحب إلى التقرير القادم، الجرجار النوبي تجديد وتطوير. شكرا يا خبير. لكل قبيلة بالسودان عاداتها وتقاليدها وزيها الذي يختلف من قبيلة لأخرى، وفي كثير من الأحيان تتعرف على شخص من لبسه وزيه، خاصة الأزياء النسائية. ونحن هنا بصدد التحدث عن الزي الرسمي لنساء قبائل النوبة بشمال البلاد الذي يسمى الجرجار، وهو زي فضفاض ترتديه المرأة النوبية الصغيرة والكبيرة، ويماثل الجرجار العباءة في الوقت الراهن، ويتكون من قماش أسود اللون خفيف وشفاف يلبس فوق فستان طويل. الجرجار عادة يغلب عليه اللون الأسود، ولكن متطلبات العصر الحالي دفعت إحدى مصممات الأزياء النوبية لتجديده وتطويره من حيث طريقة التصميم وإدخال ألوان أخرى هادئة ومتناسقة من حيث النوع والشكل. ومن خلال الليلة الاحتفائية للزي النسائي النوبي، تبارت العديد من الفتيات اللائي قمنا بعرض الأشكال الجديدة والمبتكرة للجرجار الذي صمم على أجمل طراز حديث وبعيدا عن الصورة القديمة التي كانت معروفة في السابق، مما طمأن الحاضرين من النوبيين أن هويتهم النوبية ما زالت باقية لكن بطريقة مستحدثة. ورغم تداخل الثقافات على قبيلة النوبة، نجد كبار السن من النساء النوبيات ما زلنا يتمسكن بزيهن النوبي. ومن خلال حديثنا مع عدد من اللائي احتفلنا بليلة الجرجار، أكدنا على عدم مفارقتهن للجرجار مهما كانت الظروف للمحافظة على الهوية النوبية بين قبائل السودان المتعددة. نحن متمسكون بتراثنا ولا نسائر الموضة إلا لماما، هكذا يبدو لسان الحضور من أبناء النوبة ليحكسوا للكل أنهم معجبون بزيهم الشعبي رغم التداخلات الكبيرة مع المجتمعات الأخرى. فالعنصر الرجالي خاصة المهتم بالتراث النوبي احتبر أن الجرجار النوبي واحد من المقتنيات النوبية التي يجب الاهتمام بها. إنها أمسية الزي النسائي النوبي، قدمت من خلالها المصممة النوبية أجمل ما ابتكرته من أشكال جديدة للجرجار. وبحسب المتخصصة في تصميم الزي النوبي محاسن ذهب، فإنها تقول إنها ترقب أن يكون الجرجار عوضا عن العباءة المستوردة التي ترتديها المرأة السودانية سواء في مكان العمل أو في الشارع العام أو حتى في المناسبات السودانية، فرحا كان أم طرحا. الزي النسائي النوبي المعروف باسم الجرجار كان شائعا في العقود الماضية قبل تهجير نوبة السودان ومصر بقيام السد العالي، إلا أن إحدى مصممات الأزياء النوبية رأت أن تعيد تراث أهلها النوبة بعد أن كاد يندثر.